هذا هو الدرس الخامس والسبعون من دروس التفسير، وهو الدرس الثالث والعشرون من تفسير سورة النساء، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 27 بعد 100 وتنتهي بنهاية الآية 34 بعد 100 من السورة المباركة. وفي أول درس اليوم يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. هذه الآية والآيات التي جاءت بعدها تتحدث في موضوع النساء، والسورة نفسها هي سورة النساء، وقد افتتحت السورة ببعض أحكام النساء وبعض أحكام اليتامى. فالعرب في الجاهلية كانوا لا يورثون المرأة، وكانوا لا يورثون الطفل الصغير، إنما كانوا يورثون الرجال الأشداء الذين يحاربون، وكان الميراث عندهم مرتبطا بالحرب، فلا يرث إلا المحارب، أما غير المحارب من الأطفال والنساء فإنهم لا يرثون لأنهم ليسوا أهل حرب. كذلك كان الجاهليون يخطئون ويظلمون في كفالة اليتامى، فكان الجاهلي الذي في حجره أو في كفالته يتيمة يسيء إليها إذا كبرت، فإذا كانت حسناء تزوجها هو ومنعها أن تتزوج بمن تحب، وإذا كانت سوهاء منعها من الزواج أيضا وأمسكها في بيته حتى يتمتع بميراثها. كان هذا أسلوبهم. فلما جاء الإسلام ليطفي الجاهلية من كل معاقلها، حتى في التصورات، حتى في العقائد، حتى في المشاعر، حتى في السلوك، حتى في الأخلاق، وحتى في العلاقات، لما جاء الإسلام ليعلن قيام شعور جديد وقيام دين جديد وقيام تصور جديد وقيام منهج جديد، هذا المنهج مخالف تماما للجاهلية بكل أساليبها، ودخل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الإسلام وأحبوه واستساغوه وعلموا أنه خير وبركة، ولذلك بدأوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، ويستفتونه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كل شيء يستفتون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يعرفوا، يريدون أن يفهموا. كانوا يعلمون أنه لا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله، وإنما على الجاهل أن يسأل، لأن دواء العي السؤال ودواء الجهل السؤال، أن تسأل لتعرف. كانوا يعرفون أنه لا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله، كذلك فإنه لا ينبغي للعالم أن يسكت على علمه، وإنما على العالم أن يتكلم وأن يعلم الناس ما آتاه الله من العلم. فإذا سأل الجاهل وتعلم، وإذا علم العالم الآخرين، ساعت الثقافة وساعت المعرفة وانتهت الأمنية الدينية. كان الصحابة رضوان الله عليهم يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر يعن لهم وفي كل مشكلة تعرض لهم، فمشكلة النساء ومشكلة اليتامى ما زال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون عنها مزيدا من الوضوح
ومزيدا من السرح، فهناك بعض الامور يريدون ان يتبينوها ويريدون ان تشرح لهم، ويستفتونك في النساء، يستفتونك، يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لابد لنا ان نقف لنعرف لمن يتوجه الناس بالسؤال ولمن يتوجه الناس بالفتوى. ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم توجهوا بالفتوى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لعلمهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعلم البشر بتعليم الله له، وانه صلى الله عليه وسلم عنده وحي السماء، وان الله لم يؤتي وحيه ولا علمه الا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك توجهوا باسئلتهم واستفساراتهم وفتاواهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفتونه. هل اجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتاواهم؟ لا، انما الذي اجاب عن الفتوى هو الله سبحانه. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، الله هو الذي يفتي وليس رسوله. اذا فحق الفتوى ليس لاحد، حتى ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما الفتوى حق الله سبحانه وتعالى، والمفتي الذي يفتي الناس في امور دينهم هو الله وحده لا شريك له، وانما الرسول صلى الله عليه وسلم ناقل عن ربه سبحانه وتعالى. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم، الله هو الذي يفتيكم. وهذا معروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معروف ايضا عن القرآن الكريم، فان منطق القرآن الكريم يؤكد لنا ان الفتاوى والاسئلة كانت تأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجيب عنها، وانما ينتظر نزول الوحي، فاذا نزل الوحي افتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوه عن كل شيء، سألوه عن الخمر والميسر، سألوه عن الأهلة، سألوه عن الإنفاق، سألوه عن الأنفال، حتى الجبال سألوه عنها، وكانت الإجابة في كل مرة من الله لا من الرسول. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. إذا الذي يجيب في الحقيقة هو الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساة قل إنما علمها عند ربي. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى آخر الأسئلة الموجودة في القرآن الكريم. وهنا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. ليس علماءنا يفهمون هذا، ليس علماءنا يفهمون ان حق الفتوى لله وحده. واذا لو انهم فهموا هذا لاتعبوا انفسهم جدا، ولشعروا بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم جدا حينما يفتون في دين الله. إن الفتوى في دين الله ليست أمرا سهلا ولا هينا، وإنما هي أمر صعب، وهي مسؤولية شاقة. وهؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم الإفتاء، سواء أكان إفتاء خاصا في مسجد، او افتاء عاما في دولة، او مقالا يكتب في مجلة سيارة او غير سيارة، ان هؤلاء جميعا عليهم ان يعلموا انهم مسؤولون امام الله سبحانه وتعالى، وانه لا يصح للمفتي حينما يفتي الناس ان يقول ورأيي في المسألة الفلانية كذا،
فنحن لا نأخذ دين الله بالرأي، إنما نأخذ ديننا بما صح عن ربنا وعن نبينا صلى الله عليه وسلم، لا برأي فلان ولا برأي علان. فهي مهما بلغت من الذكاء والعلم والفهم آراء بشرية لا ترقى إلى أن تكون دينا يتعبد الناس به. ويستفتونك قل في النساء قل الله يفتيكم فيهن. ونرجع إلى المستفتي، عرفنا مهمة المفتي، فما هي مهمة المستفتي؟ عرفنا أدب المفتي، أن يفتي بما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما صح عن السلف الصالح، فإن لم يجد في هؤلاء جميعا وما أنذر ذلك وما أقل ذلك، فإنه يقيس الأشباه والنظائر، يقيس الأمور بما صح عن رسول الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو واجب المفتي. أما واجب المستفتي، وهذه ظاهرة كثيرة في زمننا، كل الجرائد الدينية أو المجلات الدينية تحمل أبواب فتوى، والمساجد مملوءة بناس يسألون في الدين، حتى الشوارع يسألون عن كل شيء، ويسألون أي إنسان، ويلقان ناس في الطريق لا علاقة لهم بدين الله، فيقول لي واحد سألني في موضوع كذا، لماذا سألك أنت بالذات؟ لماذا؟ إن على المستفتي أن يتخير الرجل الذي يسأله، وعلى القارئ أن يتخير الكتاب الذي يقرأه. ليس كل كتاب يقرأ، وليس كل متظاهر بالعلم يسأل، وإنما يسأل أكثر الناس ارتباطا بكتاب الله، وأكثر الناس تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن واجب المستفتي أيضا ألا يسأل إلا ليعمل. فليست المشكلة أن نتعلم فقط. أنت تسألني، لماذا تسألني؟ هل تتعلم فقط؟ ما أهون أن يكون العلم غاية في ذاته. إن أسر ما وقع بهذه الأمة هي أن العلم أصبح غاية في ذاته، وأصبح هدفا في ذاته. إنما العلم أيها الناس ليس غاية، العلم أيها الناس ليس هدفا، العلم أيها الناس ليس نتيجة، وإنما العلم وسيلة للعمل. فنحن نتعلم لا لنتعلم فقط، ولكن نتعلم لنعمل بما عمل بما تعلمناه. فأنت تسأل إذن لتستفيد ولتنفذ ما تعلمته وما استفدته من فتواك. هناك واجب ثالث بالنسبة للمستفتي. قلت لكم ان كثيرا من الناس لا يلقون بالا حينما يلقي سؤاله، هل القاه الى عالم او جاهل، فاهم او غير فاهم، دارس للسنة او غير دارس، فهو يلقي الكلام جزافا. ثم شاع بين الناس المثل السائر، وهو مثل ضال، حضات رأب عالم واطلع سالم. كذبوا، لم يسلموا، لم تسلم حينما تضعها في رقبة عالم، انما تسلم حينما تجتهد، وحينما تبحث، وحينما تنقب، وحينما تصل الى الحقيقة. هنا فقط تكون قد سلمت. اما اذا وضعت مسألتك في رقبة واحد من الناس ثم اوهمت نفسك انك سلمت، فانني اؤكد لك انك ضعت ولم تسلم، وهلكت ولم تسلم. ان الناس يقولون اننا جهل غير متعلمين، نحن اميون، ويقول هذا الكلام حتى الذين يحملون ارقى الشهادات العلمية، يبقى متخرج من الجامعة ثم يقول لك انا سألت فلان وقال لي،
انك تجيد الكتابة والقراءة، اليس كذلك؟ انك تجيد اقتناء الكتب وتعرف الطريق الى المكتبات، اليس كذلك؟ انك تعرف معاهد العلم وتعرف اماكن العلماء، اليس كذلك؟ لماذا لم تجتهد؟ لماذا لم تبحث؟ يقول لك انا لست متخصصا. وهذه هي الطامة الكبرى، حينما اصبح الدين تخصصا من التخصصات كانت مصيبة المصائب. اصبح هناك محامي، واصبح هناك مهندس زراعة، واصبح هناك مهندس مدني، واصبح هناك عالم في الدين، واصبحت مصيبة. اصبح العالم ايضا موظفا، والكل اصبحوا موظفين، واصبح العلم الديني مهنة، واصبح العلم الديني حرفة، واصبح العلم الديني تخصصا، وهذه كارثة. العلم الديني ليس مهنة، العلم الديني ليس حرفة، العلم الديني ليس تخصصا، وانما الكل مخاطبون بالاسلام، والكل مطالبون بمعرفة الاسلام ودراسة الاسلام. لم يقال ان خريج الازهر فقط المتحدثون الرسميون باسم الاسلام، هذا لا اعتبار له عند الله ولا وزن له عند الله، انما المعتبر عند الله ان العالم هو من درس كتابه وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء اكان خريج الزراعة او خريج الازهر الشريف. لماذا لا يجتهد الناس في البحث عن دينهم في الوقت الذي يجتهدون اشد الاجتهاد في شراء بطيخة؟ الناس يجتهدون في شراء بطيخة ويسألون عن احسن الناس بيعا للبطيخ، ويبحثون عن احسن انواع البطيخ، واذا ذهب الى تاجر البطيخ فانه لا يشتري البطيخة عمياني، وانما يقول له اقترح على 60، لانه لا يريد ان يأخذ بطيخة تطلع غير صحيحة او غير سليمة. البطيخة اجتهدنا في شرائها، نجتهد في شراء اغذيتنا، نجتهد في شراء ملابسنا، نجتهد في البحث عن مساكننا، نجتهد في هذه الامور، نجتهد بذكاء وبوعي، ونتعب نتعب جدا في شراء كيلو لحمة من الجمعية التعاونية، ولكننا نأخذ الدين بسهولة. من اي انسان يلقاك، اي انسان يقول لك حدوته او بالشعر، يصبح دينا وتأخذه وتعتقد به وتقول لنفسك او يقول لك الناس ضعها في رقبة عالم يطلع تالم. لماذا لم تضع شراء البطيخة في رقبة تاجر لتطلع من هذا الموضوع؟ لا، في هذه الذات كنا ابدياء، كنا عاقلين، كنا بصراء. والشاعر القديم قال فطنا بكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب بدينه لا يشعر. فطن وبكي في كل الأمور الدنيوية، غبي جدا في الأمور الدينية. في الأمور الدينية يقول لك أنا لا أفهم، أنا لا أعرف، أنا أمي. أنت أمي؟ نعم. لكيف تجيد وأنت أمي تتاجر؟ الأم اللي بيسأل تاجر يجيد الحسابات، يجيد الأعمال المصرفية وأعمال البنوك، كيف أجدتها؟ كيف تعلمتها وأنت أمي لا تقرأ ولا تكتب؟ سألت المحاسب، سألت المحامي، درست، بحثت. أنت أمي، نعم، لكنك درست هذه لأنك في حاجة إليها لدنياك. فلو أنك تحترم دينك لاحترامك لدنياك لبحثت ولا سألت ولا درست ولا فهمت، ولكن الدين عندنا لا يساوي شيء. فطنا بكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب بدينه لا يشعر. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما. الله يفتيكم فيهن، ما اعظم اهتمام الله
بهذه الجماعة المسلمة. ما أعظم أن يفتي الله سبحانه وتعالى في أمور هذه الجماعة، سواء أكانت هذه الأمور صغيرة أو كبيرة، الله وحده يتولى الإجابة على كل استفسار يدور في خلد المسلمين في ذلك الزمان الأول، لتستمر إجابة الله في هذه الجماعة إلى آخر الزمان. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، والكتاب أيضا يفتي، بل إن الكتاب هو مرجع الفتوى، كتاب الله هو مرجع الفتوى، لا ما صح عن أبي حنيفة ولا ما صح عن الشافعي أو غيرهم، إنما ما صح عن الله ورسوله هو الفتوى. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، الكلام عن اليتيمة كما قلت لكم تكون في حجر الكفيل أو في حضانة الكفيل، فتكبر ثم يحين زواجها، فتكون حسناء يرغب في نكاحها أو قبيحة لا يرغب في نكاحها. ولذلك فسروا كلمة وترغبون أن تنكحوهن، قدروا حرف في أو حرف عن، وترغبون في نكاحهن لحسنهن، أو ترغبون عن نكاحهن يعني ترفضون نكاحهن لأنهن غير حسناوات، وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان، وأن تقوموا لليتامى بالقسط إذا كان في حجر يتيم. وقد شرحنا هذا شرحا وافيا في أول السورة، إذا كان في حجرك يتيم فأنت تقوم عليه بالقسط، وتعلم أنك إن ظلمت اليتيم أو عققت اليتيم أو سرقت اليتيم فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يجازيك في ذريتك بمثل ما فعلت في اليتيم، أو كما قال الله تعالى في أول السورة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فوق القسط فإن الله كان به عليما. الآية 28 بعد 100، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا موضوع ثان سألوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة تخاف من زوجها أن ينكث أو يعرض. النشوز شرحناه من قبل عند قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اللاتي تخافون نشوزهن، هنا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الزوج يخاف أن تنكز زوجته لهذا حل، والزوجة تخاف أن ينكز زوجها لهذا حل. وضع الله حلا للمرأة التي يخاف نشوزها، ووضع الله حلا للرجل الذي يخشى نشوزه، والنشوز هو التعالي. امرأة تتعالى على زوجها تقول له انا احسن منك، زوج يتعالى على زوجته يقول لا انا احسن منك، انت منتج من مستوايا، انا مثقف وانت امية. هذا التعالي من الطرفين مرفوض في الشريعة الاسلامية. نفهم من هذا اي شيء؟ نفهم ان نظرة الاسلام للرجل كنظرته للمرأة، وأن نظرة الله للزوجين وتعليم الله للزوجين
أنهما متساويان في الحقوق والواجبات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. والدرجة التي قالها الله هي الإمارة، قيادة السفينة، رئاسة البيت، وهذه أعطيت للرجل نظرا لظروفه وتكوينه الطبيعي. ولا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن المرأة الناشز قال خاف، وحينما تحدث عن الرجل الناشز خاف، والفعل خافت. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا توقعت النشوز، كأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن نشوز يحدث في الأسرة، عن تعالي يحدث من الرجل أو تعالي يحدث من المرأة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، النشوز هو التعالي وإظهار التعالي، والإعراض هو السلبية، الزوج سلبي لا يتعامل معها إطلاقا، لا تعاملا ماديا ولا تعاملا غير مادي، مقاطعة سلبية أو إعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، أن تتقدم المرأة بمشروع صلح أو يتقدم الرجل بمشروع صلح، فتتقدم المرأة بمشروع صلح بأن تتنازل عن مهرها وتطلب الطلاق، أو تتنازل عن جزء من مهرها وتطلب الطلاق، وهذا في الإسلام اسمه الخلع. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر المرأة التي تطلب الطلاق بغير ما بأس، الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها لن تشم رائحة الجنة، المرأة التي تطلب الطلاق من غير ما بأس. فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. أقول ثم يقول الله تعالى والصلح خير، الصلح دائما خير. والصلح في القرآن الكريم مبني على العدالة، أما الصلح الذي يجريه في زماننا فليس صلحا إسلاميا. تعود الناس في مجالسهم حينما يأتيهم اثنان بينهما خلاف أن يحاولوا التوفيق أو التلفيق، وكلمة معاليه تدور على الألسنة كثيرة، وإذا كان واحد من المتخاصمين قويا والآخر ضعيفا حملوا على الضعيف حتى يخنع وحتى يخضع وحتى يركع بين يدي القوي، هذا معروف لدينا. لكن منطق القرآن الكريم ألا صلح إلا بعد تأدية الحقوق، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالصلح بشرط أن يكون أساس الصلح هو العدل والقسط، أما المجاملات وأما فض المجالس فليس هذا من الإسلام في شيء. والصلح خير بشرط أن تقوم العدالة وأن يستقر القسط بين الناس، ولذلك فقال صلى الله عليه وسلم وكل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حلل حراما أو حرم حلالا. الصلح الذي يحل به الحرام أو يحرم به الحلال مرفوض في نظر الإسلام، وقد يكون الإصلاح في نظر الإسلام هو إلغاء العلاقات. أحيانا يكون الصلح بالموائمة بين الناس، وأحيانا يكون التفريق بين المتنازعين نوعا من أنواع الصلح. والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. سألوا أيضا عن الرجل المتزوج لأكثر من واحدة، وقد طولب في القرآن الكريم بالعدل في صدر هذه السورة بالذات. طالب الله سبحانه الذي يتزوج بأكثر من واحدة بالعدل، حيث قال وإن خفتم
ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. خوف عدم العدل للرجل المتزوج باثنين لا شك أن إحداهن أقدم من الأخرى، فربما كان يحب الجديد أكثر، ربما كان يحب الصغير أكثر، ربما كان يحب أم الولد أكثر، فماذا نفعل بهذا؟ وهنا يقول الله سبحانه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدالة الكاملة بين النساء هذه مستحيلة، أن تسوي بين امرأتين في كل شيء حتى في الحب هذا غير ممكن، في ميل القلب هذا غير ممكن. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يقول حينما يقسم بين نسائه في الرزق وفي الليالي وفي كل شيء، كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، اللهم إني أستغفرك لما لا أملكه أنا وتملكه أنت، وهو الحب والميل الفطري. إذا الحب والميل الفطري ليس من الأمور التي تقتن، ولذلك عافانا الله منها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بين أزواجه في كل شيء. وحينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى عمر بن الخطاب إمارة المؤمنين بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أخذ يذهب الأموال أو يبعث بالأموال إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي. فجاء المال إلى عائشة، جاء الغلام يحمل المال إلى عائشة. سألت عائشة: هل أعطى عمر كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ هذا المال الذي جاءني، هل أعطى عمر لكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ فأجاب الرسول: إنه أعطى القرشيات مثل هذا، وغير القرشيات أقل من هذا. فقالت له: ارجع إلى عمر وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي بين نسائه في القسم لا فرق بين قرشية وغير قرشية، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فهم بعض الناس من هذا أن الإسلام حرم تعدد الزوجات. قالوا إن الله قال في أول السورة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالله قال: إن خفتم عدم العدل فتزوجوا واحدة، وهنا قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. فما دام العدل وهو شرط التعدد مستحيلا، يصبح التعدد نفسه مستحيلا. ولذلك قال بعض المفتين في زماننا هذا: يحرم تعدد الزوجات لأن العدل مستحيل. وهؤلاء لم ينظروا في الآية ولم ينظروا في بلاغة القرآن، ولو أنهم نظروا في الآية لعلموا أن الله يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ثم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. المرأة تصبح معلقة بين السماء والأرض، لا هي أيم ولا متزوجة، لا هي متزوجة ولا مطلقة، فتذروها كالمعلقة. ثم إنهم لم ينظروا في بلاغة القرآن، أيكون من الأسلوب المعجز أن يقول الله هكذا: تزوجوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة بشرط العدل، لكن انتم مش هتقدروا تعدلوا، إذا اتجوزوا واحدة بس. هل هذا أسلوب معجز؟ مستحيل أن يكون هذا أسلوبا معجزا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وللحديث بقية بعد الصلاة، ثم نلتقي بالأخ الدكتور عبد الفتاح الكزي في محاضرته إن شاء الله. أحد الإخوة بعض الإخوة بيسأل: وأحضرت الأنفس الشحة
وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الله سبحانه وتعالى يعتبر الصح زائرا من ثمار الأنفس، وأن هذا الصح يزور كثيرا من النفوس ويحضر فيها، سواء أكان صحا بالمال أو صحا بالحب أو صحا بالمودة أو أي نوع من أنواع هذا الصح. فالله سبحانه وتعالى يطلب منا أن هذا الصح الذي يحضر في أنفسنا وقت الخصومة، وبخاصة بين الزوج وزوجته، لا ينبغي أن يستمر طويلا أو أن يستقر في النفوس طويلا. فيحضرت الأنفس الصح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لأن العدل بين النساء وبخاصة في الحب غير ممكن ولو حرصنا عليه، لكننا نستطيع ألا نميل كل الميل، فنميل بكل قلبنا إلى واحدة ثم نهجر الأخرى هجرا غير جميل. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لا هي متزوجة ولا مطلقة. وإن تصبروا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لم يفد أي صلح. الرجل مستمر على نشوزه وإعراضه، أو المرأة مصرة على نشوزها وتعاليها وإعراضها، فماذا يكون الحل؟ الطلاق. هذه الكلمة كلمة أخافت أهل القرن العشرين، فأخذوا يحملون على هذه الكلمة ويحملون ما لا تطيق ويشيرون إليها بأصابع الكهان. الطلاق، الإسلام أباح الطلاق، الإسلام أجاز الطلاق، هذه همجية، هذا اعتداء على المرأة، إلى آخر الأبواق. حتى السينما شاركت بفيلمين على الأقل في هذا العام عن قضية الطلاق. السينما ادت فيلمين السنة دي للهجوم على الطلاق. طلاق حاجة بشعة، بيقولولنا ان الطلاق فيه تشريد للأسرة، تخريب للبيوت، في أولاده يطلعوا مشردين. ونسي هؤلاء الناس أيهما أحسن، أن يخرج الأولاد في بيت فيه طلاق، أو أن يخرجوا تحت ضغوط نفسية وعصبية رهيبة في مشاكل تدور يوميا بين زوج ناشز وزوجة ناشزة؟ أيهما أحسن، أن تظل هذه الأسرة قائمة والأولاد يعانون من الصرع ويعانون من الجنون ويعانون من الضغوط، او ان تنتهي هذه العلاقة تحت قوله تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته؟ ثم انكم تخافون على الاولاد وتقولون نريد ان تظل الام لتحتضن الاولاد، فما رأيكم دام فضلكم لو ان الام ماتت، ولو ان الاب مات، ولو ان الام والاب ماتوا ونشأ الاطفال يتامى، الا يحدث هذا؟ يحدث هذا كثيرا، وهذه قضية قائمة. اذا قضية الطلاق يمكن ان تعالج على هذا النحو، ان الطلاق بغيض الى الله سبحانه، لكنه حل من الحلول، ان ابغض الحلال الى الله الطلاق. واننا لا نصل الى هذا الطلاق الا في نهاية المطاف، وحتى عند نهاية المطاف نجد ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وكان الله واسعا حكيما، الله واسع. ما معنى أن يكون الله واسعا؟ واسع في فضله، واسع الفضل، واسع الرزق، واسع القدرة، واسع الغنى،
واسع العلم واسع المغفرة. كان الله واسعا حكيما. اسمعوا الآيات التي تأتي لتلاحظوا فيها شيئا غريبا. بعد هذا مباشرة يقول الله سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وفينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن سيذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. لاحظتم ماذا؟ لاحظنا أن الله ذكر عبارة ولله ما في السماوات وما في الأرض 3 مرات. المرة الأولى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وفينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. الثالثة ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا 3 مرات. ملاحظة أخرى أن الآية 26 بعد 100 يعني الآية السابقة لهذا السياق مباشرة هذا نصها: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء، أول الآيات ولله ما في السماوات وما في الأرض مرة، بعد ما انتهت الآيات ولله ما في السماوات وما في الأرض 3 مرات. ما معنى هذا؟ إن قضية الزوجية وقضية الأسرة، الله يقولون إن الأسرة أساس المجتمع، وإن فساد الأسرة فساد للمجتمع كله. الله يقول غير هذا، إنه يقول إن الأسرة أساس الكون، وإذا فسدت الأسرة فسد الكون كله. هم يقولون فسد المجتمع، لكن فسدت السماوات والأرض. إذا مطلوب أن تصلح الأسرة، ولذلك تجد نفس التعبير لله ما في السماوات وما في الأرض في آخر سورة الطلاق، كأن الله سبحانه وتعالى يربط الأسرة بالكون، وأنه لا ينبغي للزوج وزوجته وهما ينظمان أسرة أن يفهما أنهما في معزل عن هذا الكون كله، فهما مرتبطان بالكون كله سمائه وأرضه. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، هذا في الأول. في الآخر لما قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ليه؟ الفلاسفة على الورق، وهم عقولهم من ورق. فلسفتنا اللي قعدوا ضيعوا عمرهم في تسويد وجوه الصفحات يقولوا لنا: ايه الكلام بتاعكم ده؟ كلامكم انت، كلامكم كلام غير واقعي. وهم يقصدون بالواقعية الغرق في الصين. ايه معنى ان يتفرق يغني الله كل من سعته؟ ايه هو سعة رحمة الله وسعة فضل الله وسعة علم الله؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ مسألة ما تدرسش كده ابدا، مسألة بتدرس احصائيا، تدرس علميا، تدرس نفسيا وسيكولوجيا واقتصاديا واجتماعيا. المسائل ما تدرسش الا كده، ما تدرسش باسلوبكم ده ابدا. كان الله واسعا حكيما، ده كلام لكم انتم. ايهما حق؟ هذا الكلام الذي يقولونه ام الحقيقة التي قامت عليها السماوات والارض؟ ايهما اكثر حقا؟ علماء الاقتصاد ام السماء والارض؟ ايهما اكثر حقا؟ نظريات علماء الاجتماع او الله الذي خلق السماوات والارض وشرع لمن في السماوات والارض؟
ان الناس لو تدبروا هذا الامر لعلموا ان الله ما خلق السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وللحق ولاجل الحق. فما دام الامر حق من اوله الى اخره اذن فهناك نظم ومعايير وموازين وضعت لاستقرار الحق في ارض الله. قد نفهم هذه الموازين احيانا وقد لا نفهمها احيانا لاننا لسنا آلهة. لأننا لو فهمنا كل شيء وعقلنا كل شيء في هذا الكون أصبحنا آلهة، ونحن لسنا بآلهة. نحن بشر مخلوقون مربوبون. وإذا فالله سبحانه وتعالى اختار لنا والخيرة له، وشرع لنا والتشريع له، وقال لنا وقوله الحق، والله واسع عليم. بعد هذا قال ولله ما في السماوات وما في الأرض. أنتم ملكه، أنتم ملكه، أنتم ملكوته. هل تستطيعون أن تفلتوا من يده؟ رقاب العباد بيده، سواء كانوا علماء اقتصاد أو علماء كهنوت، كل رقابهم في يده. يقسم ظهورهم إذا شاء متى شاء وقت ما يشاء. لا يفلت واحد منهم من يده، لا يستطيعون ان يخرجوا من فوق ارضه ولا من تحت سمائه. احاط الله بهم واحصاهم عددا. ولله ما في السماوات وما في الارض. ولان له ما في السماوات وما في الارض فاين الزوج والزوجه في هذا البحر الخضم الهائل؟ كيف يخرجون على شرعه وهم في ارضه وسمائه؟ اذا كانوا يريدون ان يرفضوا شرع الله، واذا كانوا يريدون ان يرفضوا دين الله، واذا كانوا يريدون ان يرفضوا الحقائق التي جاءت في القرآن الكريم، فليخرجوا من فوق ارض الله وليخرجوا من تحت سماء الله. انهم محصورون في ارض الله وفي سماء الله ولا يفلتون. مهما كبروا، مهما كانت مراكزهم، فهم مربوبون لله. ولله ما في السماوات وما في الارض. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. هذه الوصية التي صدرت منذ بدء الخليقة الى الان لم تتغير، لم تتبدل، لم تنسخ في الكتب السابقة وفي كتابكم للانبياء السابقين وعند نبيكم. ان اتقوا الله. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. طب وإن تكفروا؟ لو أن مجتمعك رفض، زي ما بيقولوا مجتمع الرفض، نرفض كلام الله أو نحيل كلام الله للجنة من لجان الاتحاد الاشتراكي ينظر، أو نحيل إلى لجنة وزارية، أو نسأل الوزراء فيه رأيكم إيه في كلام الله، نقبله أو نرفضه؟ وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. سببتوا هاتكم كبير، ما عملتوش حاجة أبدا، رقبتكم مطوية بين يدي الله. إن سجدتم لله طوعا أو سجدتم لله كراهية بلين الرقبة فأنتم لله وإلى الله تعودون. وأنتم ملكه مهما تفلسفتم ومهما كفرتم ومهما ادعيتم. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وفي الأرض. المتحدث الرسمي الشيوعي بيقول إذا كان الله موجودا في هذا الزمان فإن عليه أن يثبت وجوده. يعني منتظر سياسته أن يأخذ الله الغضب ويجي هو ولا يثبت لك وجوده. لا، هتيجي أنت مطوية رقبتك، مقطوم ظهرك، وتيجي يؤخذ بالنواصي والأقدام، تتكتف قربك في رجليك وتتاخذ وتنضرب في ظهرك وتترمي في جهنم. هيحصل لك كده. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. الكفرة متصورين أن الله يستعطفهم وأن قضية الإيمان تعرض عليهم بإلحاح، وهذا من خطأ الدعاء الدينيين. فالدعاة الدينيون أشفوا في عرض دعوة الدين أو في عرض قضية الدين في هذا الزمان، فهم يلحون ويلحفون على آذان الكفرة ويرجونهم ويتمنون إسلامهم. لا، إن قضية الدين تعرض على أنها شفاء ووقاء وعلاج
ورخاء للإنسان وحل لمشاكل الإنسان. فمن قبلها سعد هو ومن رفضها سقي هو. إن إيماننا لا ينفع الله وإن كفرنا لن يضر الله بشيء. إن الناس الذين يمنون على الله بإسلامهم كاذبون. فأنت من على الله بإسلامك هذه مصيبة. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا عنكم وعن إيمانكم حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض هكذا مرة ثالثة أو رابعة. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. اسمعوا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. انتهيت الكلمة بتقول ايه؟ أبدا. يكنسكم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. في الآخر وفي الآية 34 بعد المئة يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. الذين يبحثون عن الأمان في الدنيا، الذين يبحثون عن الرخاء في الدنيا، الذين يبحثون عن السعادة في الدنيا، الدنيا فقط، ويضعون الدساتير والسرائع والنظم والنظريات من أجل الدنيا فقط ومن أجل سعادة الدنيا فقط، إن الله يقول لهم: عندي ما هو أعظم، عندي ما هو أكرم، عندي ما هو أقوى، عندي نظام ثابت للدنيا وللآخرة، نظام نافع للدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.